السلام عليكم، مرحبا بكم معنا فيديو جديد على قناه كوكتيل شانيل. اليوم ان شاء الله غادي نقدم معكم واحد الميني كيك، او تقدروا ديروها كيك يعني في مول واحد، وما انا نقترح عليكم اليوم ديروا لكم في لي مول صغار، وانتم لكم الاختيار. هنا هذا الكيك هذا فيه جوج ديال البيضات، فيه غادي نعبر بالعلبه ديال الياغورت. هنا العلبه ديال الياغورت بتانا ناتور، يعني ما فيهش تنكه مسوس. غتاخذوا العلبه تفرغوها، ديروا منها علبه الزيت وعلبه السكر. هذيك ديال الزيت تقدروا تنقصوا واحد شويه، المهم الا ما تفضلوش بزاف تجيكم الكيكه بزاف ميدومه، دونك غتنقصوا واحد شويه منها. عندي جوج ديال البيضات، عندي واحد شويه ديال مبشور البرتقال، فاني وحده، خماره ونص تقريبا غتجيكم واحد ما بين 10، انا غندير غير 10 غرام بركه عليها باش ما يتنفخوش بزاف. وهنا عندي الدقيق غادي نعبروا حتى هو بالكاس ديال الياغورت. انا هاد الكيك ما غاديش نخدمو لا في الخلاط ولا حتى في حاجه، انا نخدمو غير بالفوي. هنا عندي 7 غرام ديال الفاني، عندي علبه ديال السكر، الا عبرتوها بالكاس ديال العلبه كتجيكم كاس الارض. المهم نتوما خدمو غير بداك الكاس ديال الياغورت. غنوريه لكم، ندير 110 غرام معروف وكتعبروا بيه، وحتى الدقيق غادي نعبر لكم بيه. علبه من الزيت كما قلت لكم ما عامراش، ما توصلوهاش حتى الفوق ديال الزيت، ما توصلوهاش حتى الفوق، يعني غير تعمروا دي بالكم بحال غير عمرها تحبسوا. دابا غنضيف العلبه ديال الياغورت. بغيتو ديروا ديال الفاني ديروا حتى هو كيجي زيان، غير هذا ناتور كيجيني زوين في الكيك، كتجيش الحلاوه بزاف، وفي نفس الوقت كيتنفخ الكيك ديالها، يعني كيجي واحد الكيك اللي كيجي رطب اكثر من داك اللي فيه السكر. بالنسبه للكاس ديال الياغورت هو هذا اللي استعملت وعبرت به، وغندير خماره واحد جوج غرام غادي نزيدها بوحده، يعني تقريبا 10 غرام. يمكن لكم ديروا خماره ونص ماشي مشكل، المهم جوج يعني جوج خمارات ما ديروهمش، لان غادي تجيكم منفوخه بزاف، وداكشي اللي غادي نعمروه من الفوق غادي يهبط. صافي درت هنا خماره وواحد جوج غرام، يعني 10 غرام ديال خميره الحلويات، والكاس الاول دابا ديال الدقيق. بالنسبه عاده هذا الكيك هذا كندير غير جوج علب من ديال الياغورت ديال الطحين، ولكن انا بغيت شويه الخليط يجيني شويه قاصح باش ديك العماره اللي غندير من الفوق ديال التفاح ما تهبطش، تبقى هكا من الفوق. صافي البنات، هنا ضفت الدقيق، راني درت جوج كيسان ونص، جوج كيسان من هاد ديال الياغورت معمرين بالدقيق، وزدت واحد نصيص باش يجيني هكا الخليط شويه قاصح. المهم انا هذا باش ما يهبطلكمش داك التفاح، كنتوما غادي تزينوها حتى بشي حاجه هكا في الوجه ديالها، ديروا غير جوج كيسان ديال الدقيق. صافي بالنسبه لي انا خديت هاد ليمون الصغار درتهم بالزبده وشيتهم بالدقيق. كما قلت لكم تقدروا تصوبوا هاد الوصفه كامله في مول واحد كبير وديروا نفس الشكل. المهم اللي بغيتوا اللي عندكم توفر، او ليمون ديال الكيش تا هما، او ليمول ديال لي كاب كيك، ملي عندكم توفر نتوما غتقديو به. هنا غادي ندير واحد الكميه وما نوصلهاش حتى للفوق. خديت البنات جوج ديال التفاحات وقطعتهم هكا شرائح هكا بالطول، ورشيتهم شويه ديال القطرات من الحامض، وخلطت هكا مزيان كامل باش تلبسو كامل بالحامض باش ما يتكسدش. صافي غادي ناخذ دوك لي طرونش كنقطع منهم شويه هكا على حسب الظرف، وغادي ندوزهم غير هكذا من الفوق. ومشاك ديروا اللي بغيتو، تقدروا ديروهم هكا مايلين طايحين يعني في العجين اللي بغيتو.
بهذا الشكل هذا. بالنسبه للفران كنسخنوا على 180 درجه صافي، غير يدخل الفران غادي نكمل هذا وندخلهم يطيبوا ونرجع معكم ان شاء الله باش نزينوا نكملهم التزيين ديالهم. صافي البنات من بعد ما كيطيبوا كما شفتوا هنا درت واحد شويه ديال المربى ديال المشمش غادي نلمع به. بعد الطرف ديال التفاح راه ما كيدخلوش يعني للداخل بزاف، كون كنتو درتو مثلا غير جوج ديال الكيسان ديال الدقيق راه ما غاديش يبقاو يبانوا. عاد هاد الليمون هادو راه تيكونوا خفافين، الا درتو شي مول كبير ومتحت منه مثلا شي مقله ولا شي حاجه راه كيقد ما كان طياب على الخاطر ما كيدخلش داك التفاح. صافي درت واحد النقطه هكا ديال المربى في الوسط وغادي نرش بالسكر كلاصي غير واحد شويه باش كيجيو باينين دوك القطع ديال التفاح. فوالا البنات كان هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك ديالنا، كيجي بهذا الشكل هذا راه ساهل بزاف ودغيا كيوجد لكم ويعني ما فيهش شي حاجه كثيره، غادي نقسم لكم شي وحده. هانتوما البنات واخا درنا الكميه ديال الدقيق كثيره راه كتجي هشيشه هاد الكيكه. هانتوما قسمتها معكم باش تشوفوا كيفاش كيجي القوام ديالها من الداخل ديالها، راه كتجي زوينه وعامره بالتفاح. كنتمنى ان شاء الله تجربوها وتعجبكم ونشوفكم فيديو جديد. بسلام عليكم.